أعلم عيالي على التربية العادلة مثل ما ربتنا أمنا. لطيف البرشيد 63 سنة. رمضان أول حلو بأهله، رمضان الأول نجهز له من نص من شعبان مبارز حق رمضان، مو مثل أحين الهريس الأول اللي على الفحم وعلى الحطب لذات أحسن من أحين الهريساتهم. حاليا طول اليوم في المطبخ لأن كل واحد يبي صنف. الأول نتيمع على السفرة اللي يسوي الوالدة ناكله من ثريد من هريس من عيش، أحلو كل واحد يبي صنف بروحه. العيش والهريس والثريد والشوربة والسلطة هذه يوميا نسويها. اي والله يكون ايام يدتي الله يرحمها سوي الهريس ونوزع على الجيران اللي احين انقطعت هذه العودة كلها. اول تشوفين الصينية من بيت لبيت احمو فيه، واذا بتروحين حق الجار اول يسوون له تليفون الاول قير واحن قير. محبة الناس محبة الاهل اليمعة ما يتفرقون مثل الحزمة، اذا الحزمة خلت واحد بشخص واحد انفلت الحزمة، وانا معلم عيولي على الحزمة ما ينفلون ان شاء الله.